صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانونا رقم 6 لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جاء فيه المادة الأولى صدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ الحادي من ديسمبر 2010 والمرافقة لهذا القانون المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه